نقص الإمكانيات المادية وأيضا البشرية، خاصة في هذه الأيام مع تحرير البلاد وتفكيك الألغام التي تجدون صعوبة حقيقة في تفكيكها. نعم. والله أولا أشكركم قناة الحدث على هذا الاتصال لتوضيح بعض النقاط الهامة في هذا الموضوع. ثانيا نترحم على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا دفاعا عن الوطن في سبيل تحرير هذا الوطن. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة الشهيد البطل المتحدث الرسمي باسم صنف الهندسه العسكريه الشهيد عبد الله التواتي الذي قدم حياته في سبيل انقاذ جميع المواطنين في منطقه الرواشه حيث سقط شهيدا يوم الجمعه وهو يؤدي واجبه. نعم. نحن نشتغل في صعب جدا اختي، لان الظروف اللي نشتغل فيها المناطق ملغمه تلغيم كامل. نعم. ونحن نشتغل بدون يعني في ظل نقص الامكانيات الفنيه من الاجهزه التي تكشف على المتفجرات وعلى الالغام الموجوده. المناطق اللي نشتغل فيها سواء مناطق المحررة أو المناطق التي ما زال يوجد فيها الخوارج، مناطق منظمة تلغيم كامل، ونحن نشتغل في ظروف صعبة، ولكن إن شاء الله لدينا وعود ننتظر الوصول للإمكانيات إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. نعم، أشكرك آمر صنف الهندسة العسكرية العميد يوسف الواطي.